ناصر في مفاجأة. ببرونة. ببرونة، عارف دي ببرونة مين؟ ببرونة ناصر دي، وانت كنت نونو صغنن كده اهو، فاحنا هنجيب واحدة كمان أكيد عشان نشرب فيها عصيرنا وانت. نشرب ايه؟ عصيرنا وانت. نشرب فيها عصيرنا وانت؟ اجيبها له ازاي دي؟ لا يا حبيبي دي كنا جايبينها وانت صغنن، فهنجيب بقى واحدة كمان صغننة عشان في مفاجأة جاية. أكيد عمته سلمى جاية. عمته جاية؟ بقول لك في مفاجأة، في مفاجأة جاية، فاحنا هنجيب لها واحدة كمان. أكيد عمته سلمى. عمته جاية فين يا عمي؟ عمته هتجن، ما هي بتجن بس أنا افهم يا ناصر، افتح مخك ده معايا شوية. هنجيب واحدة من دي نونو صغننة عشان في حاجة جاية، مفاجأة جاية. أكيد عمته سلمى. يا خرابي، بص 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 ماما عندك. أكيد النونة. أيوه النونة. ناصر هيبقى له نونة. هي ولد ولا بنت؟ لا لسه ما نعرفش، هنعرف المرة الجاية من الدكتور هي ولد ولا بنت. بس انت عايزة ولد ولا بنت؟ ولد. ولد؟ ها؟ لا اخر حاجة، عايزة ولد ولا بنت؟ بنت. بنت؟ بتحب البنات؟ طب ولو حد عكسها بقى، لو حد بقى عمل لها اي حاجة؟ يا خرابي. خلاص يا عم مش كده، بس بتقول لعمته يعني، بقول لك كده، بقول لك حاجه من هشتكك، هتقول لعمته جايه. عمته مين اللي جايه يا عم؟ صلى على النبي يا عم. يعني انت فرحان؟ اه فرحان. يعني انت هيبقى ناصر واللي جاي هو ده، ده ناصر ما بعرفش انام منه، ما بالك بقى به يعني. هو في ايه؟ ايه ده انتوا؟ بقول لك ايه، انا همشي. ترضع تعمل ايه؟ يعني في طفل، يعني بقول خلاص ناصر كبر وهعتمد على ناصر في كل حاجه بعد كده. تقوم يعني انت وهي، انت وهما هيرضعهم؟ اه ناصر دي. طب انت حاسس، طب انت حاسس ان هي ولد ولا بنت؟ طب اصبر، يرضعوا ايه؟ يرضعوا. انا ماشي. يرضعوا. انا انت حاسس انها ولد ولا بنت الاول؟ اخر حاجه بنت. حاسس انها بنت؟ اه اخر حاجه بنت. توقع انها بنت ولا ولد؟ يلا المرة الجاية يعني كمان بالظبط اسبوع يا دكتور، اسبوع او 8 ايام وهنعرف. ماشي هنعرف اهو. خلاص ناصر عايز بنت، وانتوا عايزين ايه؟